السلام عليكم اخوتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ صحه مزيانه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الحال. مرحبا بكم معايا مره اخرى، فيديو جديد، جوله جديده، ودائما من قلب الباديه بالضبط دوار سجاده من جماعه بلك شايق. اليوم وزان كنرحب بكم، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف طريف لابول ديالكم باش ما نطولش عليكم اخوتي. خليكم مع مرحبا بكم معايا اختي مره اخرى، فيديو جديد، جوله جديده. اليوم ان شاء الله عندكم الغراس، نشوف شنو كاين في هذا الصيف. المهم قص الرمان اختي، ولكن باقي ما واجد شي صراحه. حنا الرمان كاين اللي كيكون يعني ساقوي، كيوجد بكري شويه مع داك شهر 9 10 على حسب، وكاين اللي كيكون يعني بوري، كيعتمد على امطار، كيوجد حتى الوقت ديال الزيتون، ولكن كيكون شي حاجة في طبيعة الحال طبيعية ومزيونة. المهم جينا الغرس غنشوف شنو كاين. الكرمس ما لقيناهاش، تسالات صراحة. المهم هنايا كما كتلاحظو معايا كاين هداك الشجرة ديال البردر، هداك الكليط يعني الصفصف، الرمان، السفرجل، وغنكملو اخوتي الجولة ديالنا. كما كتلاحظو معايا الغرس واحد المكان يعني معروف في الماضي كان يعني بالخضروات. فصل الصيف كتلقى جميع انواع ديال الخضروات، هاد الارض كامله خضره، وايضا كتلقى فيها حتى بعض القطنيات والخصوص ديك اللوبيا، اما البيضاء او الحامض. هادي يعني كانوا معروفين في هاد البلاصه هادي، ولكن اليوم ما بقاوش. كتعرفوا يعني الاجيال الحاليه ما عندهاش مع الفلاحه. المهم هذا هو الرمان، ثم كتلاحظوا الفرق بين الاولى والثانيه، الاولين قريبين يوجدوا على الثانيين. هذه الشجرة ديال الخوخ هي مازال ما واجداش مازال. هذا الحامض يعني الليمون حسب المنطقة، كاين اللي بلدي وكاين اللي رومي، ودائما حاجة بلدية كتكون افضل. ثم كتلاحظوا معايا خوتي، المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. انا من جولة خفيفة ظريفة حتى نوصل ان اخر ما كاين في هذا الغرس هذه. المهم انتما كتلاحظوا معايا هذا السيترون أو الحامض أو الليمون حسب بين الشمال والداخل. كاين الشجر ديال الزيتون، صراحة تبارك الله كلشي موجود، خاص غير الاهتمام بالشيء والحفاظ عليه. الإنسان ينقي الأرض ديالو، يفلح، يعني يحاول أنه يبتكر في الفلاحة، يكون يعني مواظب، كتعجبو حاجة اللي هي يعني من الصنع ديال يدو. شي يعني مؤخرا كنلاحظ الاغلبيه سواء الناس المدينه ولا الباديه كيعتمدوا على السوق، وكنعرفوا يعني ارتفاع ديال الاثمنه ما شاء الله. هذه الشجره ديال البرقوق والنعناع، هنا تسال النعناع كاين لتحت. هذا غنمشيو، هذا الصفرجل كما كتلاحظوا معايا، يعني كنلاحظوا الارتفاع ديال الاثمنه سواء في الخضروات، واخا خضره يعني موسميه كتلقى مثلا في الفلاس ب 7 درهم 8 درهم، شحال هذه راه كانت غير بدرهم درهم و50. مطيشه نفس الشيء، بطاطا كتلقاها درهم درهم و50. يعني الانسان واخا كيكون عنده واحد الصالير ديالو على الشهريه ديالو واخا مثلا 2000 درهم او 1700 درهم، كان كيقدر يعيش. ما حاليا ارتفاع ديال الاثمنه، الدجاج تبارك الله 30 درهم، الخضره حتى هي الثمن ديالها يعني قالت قالت يعني الكلمه ديالها. نفس الشيء الديسير، يعني كيفاش عايش الانسان واخا يكون الصالير ديالك 10000 درهم، ما يوصلش للاخر ديالو مع الكرا والمتطلبات ديال الحياه. هنا يعني في الباديه الانسان اللي عنده الارض يغرسها، يعمل شويه خضيره، شويه مثلا شليطه، يعني كيحتاج الانسان في الحياه ديالو بزاف ديال الحوايج باش كتعاونو يقدر يتماشى مع الوقت. لاحظنا الفرق بين الصفرجل التحتاني والفوقاني، هذا كيتسقى مزيان، داكشي علاش حتى في المنظر يعني عادي. هنا الهريسه هاد السودانيه كنحتاجوها في الحياه ديالنا اليوميه. هادي مطيشه انتما كتلاحظوا معايا، عملنا هاد القصب باش كتوقف ما كطيحش من الارض. حتى في الجني كتجي عادي سهله ان الانسان يجني يعني الخضيره. هذه الغريصه ديال با غريصه في عيلو ما تخصش فيها. المهم عنده عزيزه 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 غرسه ديالو. صراحه الحاجه اي حاجه كما كانت كتنفع، واخا بسيطه كتنفعك. كنلقاو هنايا القرعه السلاويه، يعني القرع، حنا
الشمال كنقول القرع السلوية، قرع هذا المعنى ديال هذا الحوض، بهذا المصطلح هذا. هذه هريسة كما كتلاحظوا هذه حارة تبارك الله، حارة. انا الفليفلة كما كتلاحظوا معايا، حنا عاد بدات كتوجد لنا الفليفلة دابا سيمانة باش بدينا كناكلو فيها. انا كنت قريبة نذبح الصراحة، زلقت بيا الصنارة. ثم كتلاحظوا معايا اخواتي، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم. ما تنساوناش بالدعم والتشجيع، فضلا منكم وليس امرا. كنتمنى الفيديو هادي لينا لرضاكم، ويكون خفيفين الظل يعني على القلوب ديالكم. ودائما كنحاول يعني من شويه من هيدا وشويه من هيدا، فيديوهات خفافين قصارين، وايضا يلقوا الاعجاب ديال المشاهدين هو المشاهدات. اليوم ديسكو من الغراس شارك معكم هاد المشية هادي، كنتمنى تعجبكم. وايضا حتى الاجواء عندنا فصل الصيف، ها هي قرعة سلوية هذيك صغيرة ما كيخليهاش باقا طوا، كيقول لنا حتى هذه كبر. صراحة احنا ما كنبيعوش يعني، ماشي كيستعمل الفلاحة هذه كناكلوها نذوقوا الناس فقط يعني، ما كيبيعش حتى هذه. ملي كتكبر كيجيبوها راه كيحلوها في الدار صافي، كيعطيو للجيران كاملين. النعناع كياكل من الدوار كامل، المهم اللي طلب كياكل، ما كيبقالوش. كل شيء الصراحة يعني الانسان كيعمل شي حاجة يفيد منها ويستفيد منها، لماذا؟ والخير في التعاون والتآزر والتآخي يعني اللي افتقدناه للأسف. هذا خاصي الدكيكنا ديال النعناع، هذا هو النعناع برلي، عنده تسمى جوج ديال النعناع، الانواع النعناع كاينه هذا وكاينه داك الدكاني. وعندنا النعناع واحد الفوق اللي لاحظتوا معايا يعني مختلفين، ثلاثه الاشكال مختلفين على بعضياتهم. وكتلقى الشراء اما المشماش اما البرقوق اما الكرموز اما الصلاغوي يعني الخريب، ولكن هاد النعناع كيجي ليه الكاس واعر صراحه. انا ما كنشبع نعناع، كنجي اتاي حتى كنجي للدار ديالنا صراحة، لأن النعناع كيجي أتاي، النعناع كيجي به أتاي طب طب طب. وتم با كي يسقي الفليفلة ديالو بتسيو، راه كاينة رشاشة ولكن اليوم عامل سيو. هنايا هاد القرع هادي طويجنات نقليوها هيداك، كتجي صراحة مزيونة. ماشي اللي عنده في الغرسة، قرع فليفلة سودانية مطيشة والنعناع وداك الشيراز كاين الصفرجل. المهم الخير ما شاء الله. غير هي الخضرة كتحتاج، حنا الحمد لله المنطقة ديالنا كما سبق لي قلت يعني عندنا فرشة المائية يعني الماء ما كاينش في شي عندنا الحمد لله. وحتى العين راه سبق لي يعني شاركتها معكم، دابا نمشي ليلى ان شاء الله، حتى هي تبارك الله ما كتنشفش، كتبقى يعني خدامه الماء يعني العام كامل. وكنعرفوا بان الماء ضروري للحياه. انا كتعجبني هاد المطيشه هادي طويله كتعجبني، وهنا هو كيسقي انتما كتلاحظوا معايا عامل غرسي اليوم ما عملش الرشاشه، كيسقيها بيدو وكيخلي الرشاشه وكيطلع بحالو للدار من بعد المرات، ولكن اليوم عملت شي بعيد. صراحة الوقت يعني كيبغي التعاون، كيبغي أن الإنسان يتعاون، أن الإنسان يتحرك، أن الإنسان يخدم، أن الإنسان يعني يناضل، لأن الحياة صعبت صعبت وبزاف، وكاين بزاف ديال المتطلبات. هذا واعر ما شاء الله، واعر صراحة مزيون المذاق ديالو. الا بغيتي حميمط ما يكونش يكحل، واذا بغيتيه حلو خصو يكون ما فيهش الحمارية، لان ملي كيكون كامل الحمارية كيكون حامض، ولكن ملي كيرجع كحل كيرجع واحد المذاق يا سلام. شحال هادي كنا كناكلو كلشي بلا غسالة، اليوم ضروري كيخصل الحاجة. ولكن سبحان الله العظيم حاجة اللي كتكون طبيعية ما فيهاش الأدوية، واخا داكلا بلا غسالة راه ما هاديكش. سبحان الله، واخا كاينين الحشرات واخا كاينين بزاف ديال الحوايج راه ما يأذيك شي. هذا هو الزيتون كما كتلاحظوا معايا تبارك الله كاين البركه. كنت كنسمع يعني ما كاينش، ولكن الحمد لله كاين البركه يعني الحمد لله. الانسان باش يعيش وباش ياكل
ولهنا اخوتي كما كتلاحظوا معايا وصلنا لنهاية الفيديو مع غروب الشمس. كنودعكم وكنقول لكم شكرا لكم على الدعم تشجيع المساندة، وخليكم في امان الله وحفظه. الى اللقاء من دفار الرادون، القي التحية، اتمنى تحيتي ان تجدكم في احسن الحال والاحوال. الى اللقاء اخواني اخواتي، باي باي عليكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء.